بلاش بلاش نسمع هذا التقرير الصوتي عن العظماء العشرة آخرهم البدري. تاريخ الأهلي التليد في بطولات كرة القدم يعج بالمئات من النجوم، وتاريخ الثنائية في الدوري والكأس وصل للعدد 14 دوري مع الكأس في موسم، وصناع تاريخ الثنائية 10 مدربين آخرهم حسام البدري، وهو ليس المدرب المصري الوحيد، سبقه لبيب محمود أول مدرب للنادي الأهلي في بطولة الدوري والتي انطلقت موسم 48-49، وحصل مع الأهلي على 4 ثنائية مواسم 48-49 و49-50 و50-51 و52-53، والكابتن عبد صالح الوحش موسم 60-61، وتقاسم السايس والجهري موسم 84-85، حيث قاد السايس الأهلي للفوز بالدوري والجهري للحصول على الكأس. وأخيرا حسام البدري، وهو آخر المدربين وآخر المصريين الذين حصلوا على الثنائية في موسم 2016-2017. وبين كل المدربين المصريين هناك 6 مدربين من الأجانب بجنسيات نمساوية ومجارية وبرتغالية وألمانية، أولهم النمساوي فريتز موسم 55-56، والمجاري تيتيكوش موسم 57-58، والمجاري كالوتشاي موسم 80-81، والألماني راينر هولمان موسم 95-96، والألماني فايتسا موسم 88-89، والبرتغالي مانويل جوزي مرتين موسمي 2005-2006 و2006-2007. ويظل إنجاز البدري في ظروف غاية في الصعوبة بعد امتداد الموسم لعدد 330 يوما، حيث انطلق الدوري في 15 من سبتمبر 2016 وانتهى الموسم في 15 من أغسطس 2017. وكل هؤلاء المدربين العشرة جمعوا للأهلي 14 ثنائية، فسطروا أسماءهم بأحرف من نور في سجل الخالدين في النادي الأهلي. يعني شفتوا في تاريخ الكرة الأهلوية العظماء 10 من المدربين آخرهم الكابتن حسام البدري، وعنده بإذن الله تعالى فرصة يعزز هذه النجاحات بالمزيد بإذن الله. احنا عايزين ثلاثية بقى عشان تحط أفريقيا. طبعا إن شاء الله. اللي عمله الأهلي حصل 13 مرة قبل كده، يعني 14 مرة ثنائية يجيب الدوري مع الكاس. طب الزمالك كمنافس تقليدي مباشر عمل الحكايه دي كبيره قوي دي كم مره؟ 3 مرات. الزمالك 3 مرات فقط عمل فيها الثنائيه ومحدش تاني. في بقيه الانديه اللي خد الدوري مره ما جمعهاش بالكاس، واللي خد الكاس مره ما كانش قدر ياخدها بالدوري. الثلاث ثنائيات بتوع الزمالك كانت موسم 59-60 و87 88 و2014-2015. دول الثلاث ثنائيات للدوري والكاس في تاريخ الزمالك. ما كنتش تفتح قناه بعد الفاينل بتاع المصري الا وانت تسمع كلام احلى كلام في حق النادي الاهلي وروح النادي الاهلي واسباب تفوق النادي الاهلي. حتى الناس اللي على مدار الموسم كان عندها بعض الاراء الفنيه اللي بنحترمها بكل تأكيد في هذه المباراة قالتك لا أمنا بالله. اللي حصل ده بصراحة نتاج روح، شخصية بطل، قصة بطولة، معدى الناس، نظام نادي، تاريخ نادي، حاجات كتيرة قوي
سيستم اداري مسانده ودعم، جهاز فني، جمهور واثق، لعيبه عندها عقيده المكسب ولا شيء غيره. كل ده كان سبب هذه الخلطه اللي ادت الى هذه الثنائيه الرائعه. في جوله كده على بعض استوديوهات التحليل المختلفه، علشان وانتوا فرحانين محدش لحق يتفرج كتير على كل الاستوديوهات، نلم لكم المساله كلها. خاصه يا ابراهيم ان دي حلقه مكرسينها لصاحب السعاده. لصاحب السعاده. فهي جوله لابد ان احنا نكملها ونشوف كيف راى كل المحللين هذا الفوز واسبابه وقيمه الاهلي، لان عندما تاتي لحظه الحقيقه تسمع كلام مش هتسمعه تاني بالسهل. لا تسمعه تاني، كلما تجددت لحظه الحقيقه وتفوق الاهلي وحسم بطوله تسمع الحقائق. في النص التلقيح يشتغل، لكن في لحظات الحقيقة تحب تسمع الحقيقة. نسمع في البداية كابتن علي ماهر في اون سبورت. كنا بنتابع طبعا كابتن علي ماهر وهو نجم في النادي الاهلي ونجم في نادي الترسانة زمان، عمره ما عمل جامب في حياته هو لعيب زي ما عمل جامب بعد الهدف الثاني بتاع احمد فتحي، لدرجه انه جاله كرام بعد المقفز، هذه القفزه فرحا. كان مهم جدا التغييرات تبقى بدري. النادي الخلاصه بتاعت الموضوع ده ايه؟ ان انت في اول ماتش كنت خايف البطوله كانت هتروح منك، كنت قلقان كانت البطوله كانت هتروح منك. لما اتجرأت ورجعت لعبت ان انت باسم النادي الاهلي تاني وقلقت او حسيت ان البطوله هتروح، خوفك على البطوله جرأك جامد جدا، اللي هي شخصيتك رجعت تاني، خدت البطوله. فانت ليه من الاول ما تبقاش نازل عايز اكسب؟ ليه نازل متحفز ليه وقلقان ليه وخايف البطوله؟ لا، انت طول عمر النادي الاهلي بينزل عايز يكسب على طول. صحيح. هو ده اللي يجيب لك البطولات، هو ده اللي بيخلي النادي الاهلي النادي الاهلي، ونادي الزمالك نادي الزمالك من الفرق الكبيره ما بتخافش. فانك انت بقى قلقان هو ده اللي كان راح، وعشان كده خسرت 1-0 وكل البطوله هتروح منك. مجرد ما انت حسيت بس، وفي وقت قد ايه قليل، في وقت قد ايه الوقت اللي رجعت فيه البطوله، جبت جولين في قد ايه؟ في حاجه قليله جدا. فانت مجرد ما حسيت بالخوف على البطوله رجعت الكاس في ثانيه. مجرد ما فانت تخيل وانت بتلعب بقى كده من اول الماتش، والتغييرات تبقى من بدري جدا، اكيد كنت انت خلصت ما كنتش. بس هي برضو دي متعه انك تفضل قاعد لحد الاخر. هو ادى طعم المكسب بالظبط. هي حلاوه. يعني طبعا واضح أهلاوية علي ماهر جميل وحرقته على الاهلي، هو كادر كويس وحاجه لذيذه ومدرب كويس وكان لعيب عظيم، شخص رائع الحقيقه. طبعا. طب ما الموضوع بقى لما بيبقى في لحظات الدراما دي محتاج فلسفه مش كلام تقليدي. عايزين بقى واحد بطعم الفلسفه زي ايمن يونس يقول لنا رايه ايه في اللي حصل. الاهلي بطل الثنائيه في 2017 دوري وكاس كابتن ايمن. حاجات كتير قوي جوه الاستوديو قرتني نتيجه المباراه 2-1. في دي حاجات اتنين النادي الاهلي كابتن طه وكابتن علي وعمرو واحد. لكن خلينا نقول على حاجات، هي لم تكن رصاصه لحظه. نعم. هي كانت رصاصه قاتله. قاتله. لم تكن اي فيها اي رحمه. نعم. لا تمتلك اي معاني الرحمه. هدف احمد فتحي هو هدف قاتل لكل حاجه في هذه المباراه. نعم. وكان بمثابه الرصاصه القاتله. بالنسبه للمباراه وسيرتها، لحظه هدف المصري كانت لحظه فارقه جدا في المباراه عكس الناس كلها، لحظه صنعت حاجه تانية خالص في المباراه. لعيبه المصري اطمأنوا لحاله ان هم قادرين على الفوز في النادي الاهلي. قد يكون الهدف كان مهم قوي للنادي المصري، لكن عمليه الحفاظ على الهدف ببعض الاصابات اللي حصلت في لعيبه النادي المصري خاصه في احمد ايمن منصور، الحفاظ على الهدف كان عمليه صعبه، بالذات حاله التحول الهجومي الكامله لفريق النادي الاهلي. طب ده راي الفيلسوف الكابتن ايمن يونس. لو واحد بقى من بورسعيد، لو واحد من النادي المصري في اللحظه الصعبه قوي ديت عليه، تفتكروا رايه ممكن يبقى ايه؟ عشان كده نشوف الكابتن عمرو الدسوقي لاعب المصري السابق وهو بيحلل في اون سبورت. انا
النادي الاهلي اجتهد في المباراه ولعبته تعبت جدا في الشوط الثاني، وخصوصا في الشوط الثاني والشوط الاضافي ادوا بشكل كبير جدا، ولكن توفيق صادف النادي الاهلي بشكل كبير جدا في اخطاء مدافعين النادي المصري. انت بتتكلم في 4 دقائق من دقيقه 116 بيدخل فيك جون من ضربه ثابته. المفروض ان ضربه ثابته ديت المفروض كل الناس تبقى مركزه في الدقائق الاخيره، ان ما يبقاش في اي خطا بالنسبه للمدافعين بشكل انه ممكن يسبب في ضياع فرصه كبيره للنادي المصري، وهو ان انت تحوز على كاس مصر، وخصوصا بعد 19 سنه من ان انت بتعدي 19 سنه عشان تيجي بشكل كبير فرصه للنادي المصري ان تحوز على كاس مصر. فاعتقد ان ده طبعا توفيق كبير، ولكن التوفيق دوت صاحب اجتهاد للاعيبه النادي الاهلي وتعبوا واشتغلوا اشتغلوا بشكل كبير في الملعب، واعتقد ان كل الشكر والتقدير لكابتن حسام البدري. يعني فعلا يعني النادي الاهلي بيعودنا فعلا ان هو بيعود في الدقائق الاخيره، وده يعني ده اصرار من اللعيبه وخبره كبيره. عايز احيي بالمره يعني احمد فتحي، يعتبر هو نجم المباراة بشكل كبير جدا. أحمد فتحي أوقف الجبهة اليسرى للنادي المصري، وهي أقوى جبهة محمد الشامي طوال المباراة، ولكن أعتقد أنه هو يستحق اللقطة الأخيرة بتاعت المباراة. يا جماعة يعني هو أنصف الأهلي، والاجتهاد بيبقى له مردود، وهكذا الاهلي وروح الاهلي، وده كلام محترم جدا. لكن كثيرا ما يقال وصادفه التوفيق، ما هو لازم التوفيق له اسباب. يعني هو المصري في اللحظه اللي اداؤه في الشوط الثالث والرابع بدا يهدأ، والناس شعرت كرامبات ومردود بدني قل، فجئنا بجون فيه توفيق، شوطه هائله ما تحصلش كتير، تفوت في ثغره من الدفاع عشان تروح في الحته دي في مقتل، هذا توفيق. دائما الكره فيها توفيق وعدم توفيق. اذا اجتهد المصري ونال الاحترام، لعب وقتين اضافيين عشان يخسر بطوله، وكان الاقرب الى انهاء المباراه في وقتها. طيب الاضافي هرجع لك وهنتكلم على بقيه الفيديوهات، لكن هنروح مع بعض لمقر الاهلي او فرع الاهلي الجديد في الشيخ زايد. معنا الزميل امير هشام موفد قناه الاهلي الى اهل الشيخ زايد علشان يحضر الندوه اللي بيعقدها المهندس محمود طاهر لاعضاء النادي الاهلي في الشيخ زايد حول مشروع اللائحه الجديده، ومعه بعض الاعضاء. امير مساء الخير. امير ايوه امير اتفضل.